نعم. سلام عليكم حجي، قواك الله. وعليكم السلام. عساك ما تعبان؟ لا ان شاء الله ما تعبان. قواك الله. ابو من؟ ابو هبان. ابو هبه منين؟ من اليمين. حياك الله ابو هبه. بس زميل عباس يا ريت تطلع هذا المظهر، يعني الاصرار والعزيمه، يعني مبتور الساق. شنو اللي خلاك انت اليوم يعني تواصل هاي الزياره؟ شنو اللي خلاك اليوم العزم من سيد ومولاي موسى بن جعفر؟ وانا هاي من السقوط الهسه انا امشي الكربلة وموسى بن جعفر. يعني لا تتعب. ما اتعب ان شاء الله، ماكو كل تعب. وبيومك العادي الاعتيادي الباب ما توصله؟ اي والله، والله بالقوات اقوم. والله بالقوات اقوم. بس موسى بن جعفر يخلي عندك ان شاء الله، يخلي مو بس عزم، قوه وحيل وراده. ومن اشوف هاي المواكب تخدم ويعني خدمه الزوار ماكو هيك. يعني ايوه. الزياره عائلتي كلها، بناتي ولدي اختي. الله يبارك. لبيك يا موسى بن جعفر، لبيك يا موسى بن جعفر، لبيك يا موسى بن جعفر، لبيك يا موسى، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.